بس يعني هو كان عنده قناعات بيهم طبعا بتامر طبعا وفاروق. مقتنع بتامر وفاروق يعني طبعا كان رافض طبعا. ان هم يمشوا. هو كان عاوزهم معاه، هو لو كان عاوزهم مشوا خلي بالك الاجانب برضو مش هيتكسفوا، لو انت نعم مش عاوزني مظبوط خلاص طبعا. انزل. هو كان معتمد بشكل كبير طبعا على تامر وعلى احمد برضو وعلى فاروق، وبعد كده فاروق رجع بقى نائب رئيس اللجنه على حد برضو اللي انا قريته في المواقع، بس هو تامر رفض انه يرجع. يعني تامر صمم، يعني لان تامر هو مش عارف هو ليه بقى نزل من القسم الاول مسك تاني، خاصه ان تامر ايه، تامر من من اتنين موجودين في مصر المحاضرين دوليين في تقنيه ده الفار، صحيح. نعم يعني تامر بيحاضر بره. نعم تامر شخص مهم في التحكيم الافريقي دلوقتي، فهو عشان طبعا اختم، هو رفض يعني. عشان اختم اقفل ملف كلاتنبرج، يعني خسرنا كلاتنبرج ولا استعجلنا على كلاتنبرج ولا تعجلنا في التعاقد مع كلاتنبرج؟ لا حلو قوي، حلو قوي. كلاتنبرج انت جبته عشان تطوير، كويس. بين يوم وليله خلوته رئيس لجنه. نعم ما ينفعش، ده ما ينفعش. وانا بقول دلوقتي لو اتحاد الكوره عاوز يعمل حاجه تانية زي دي، لو هتجيب خبير اجنبي يبتدي من الحكام الصغيرين الثالثه والثانيه، انما اوعى حد يفكر هيجي رئيس لجنه اجنبي. لو جه كلينا، لو جه كلينا دلوقتي التحكيم وفاكر مش هيبقى فيه اخطاء، يبقى احنا بنحلم. ده صحيح، لان هي قماشه عندك انت بتحاول تظبطها. نعم. انت مش جايب ساحر، وده احنا قلناه في شهر 8، هات خبير اجنبي يبتدي من الحكام الصغيرين ينتقي دخول الحكام، وبعد كده يعملهم اساسيات. انما حكم عنده 40 سنه و35 سنه و45 سنه مش هيسمع اللي انت بتقوله، صعب يستوعب اي حاجه كده. فانت لو هتجيب خبير اجنبي خليه للحاجات الصغيره. رئيس اللجنه ما اعتقدش يبقى اجنبي، لازم يبقى في مصري، وفي ناس لازم تاخد فرص. في ناس انت حكم ابن حكم تمام ومش ابن اي حكم. تمام هسالك وجاوبني بمنتهى الامانه، يعني انا عارف انت صريح، يعني ان شاء الله. هو ينفع مدير كره في نادي او مدير فني في نادي او رئيس نادي يكلمك قبل المباراه ويقول لك المباراه، وحتى لو يقول لك خلي بالك، او حتى لو اتمنى لك التوفيق او اي حاجه؟ ده واحد. نمره اتنين، هل حصلت معاك او مع ابوك، وانا عارف ان انت كنت سر ابوك؟ نمره تلاته، هل في حد من المسؤولين في الاتحاد ممكن يوصيك ويقول لك خلي بالك شويه من المباراه دي؟ طب بص انا هقول لك وانا صادق يعني مع طبعا. حضرتك، اما رئيس نادي او مدير فني يكلمني قبل المباراه يبقى الراجل ده مش بيحترمني. لو كويس. بيكلمني اصلا حلو. عشان هحكم له المباراه الجايه، فالحمد لله دي ما حصلتش معايا. نعم. ومتاكد انا ولا حصلت مع والدي ولا مع الجيل بتاع والدي. ماشي. ولا الجيل بتاعي بتاع الحكام اللي حكموا معايا انا وياسر عبد الرؤوف. نعم. وفهيم والناس دي كلها. انما ما ده يحدث تبقى مشكله. نعم. مشكله، لان ده مش طبيعي انه يحدث. نعم. ان انت المفروض كحكم هو بيكلمك ليه؟ طب ما كان يكلمك قبلها بيسال عليك بيسلم عليك. في حاجات اجتماعيه. نعم. لازم يبقى فيها ذكاء اجتماعي بالظبط. طيب دي ما فيهاش مشكله، دي عملناها مع كل الناس. نعم. انما رئيس لجنه يكلم رئيس نادي يكلم حكم قبل المباراه يخلي باله وهو مش بيحترمه، دي طيب. ما حصلتش. ده ما حصلتش لا طبعا. هل حصل بعد المباراه حد من المسؤولين سواء في الاتحاد او في الانديه كلمك واتخانق معاك؟ ممكن دي تحصل. حد من الانديه حتى من الانديه في عشم شويه يكلمني، بس خلاص هيوصل ايه يعني. هيكلمني يا كابتن والله احنا كان عندنا ركله جزاء. دي حقيقه حصلت معايا. وممكن تحصل من غير، بس دي ما فيهاش حاجه. بتكلم بعد الماتش. بعد الماتش عاوز يكلمك يكلمك. بتكلم بلطف وود كده. بلطف. لا يبقى في لهجه تانية. لا لا لا, لا 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 لان في برضه في اطار لمسافه الاحترام اللي بينك وبين الناس اللي معاك في عناصر المنظومه. ما ينفعش طبعا حد يتجاوز. خلاص يتجاوز يتحمل هيبقى الرد اللي عليه. لم يملي عليك احد اي شيء. لا خالص على الاطلاق. تمام. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا الهام مع الكابتن سمير محمود عثمان.